انطلقت فعاليات مؤتمر القيادة الإنسانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا رؤية لمستقبل أفضل، والذي يقام لأول مرة في مصر وتحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. يقام المؤتمر على مدار يومي 28 من فبراير وحتى 1 مارس بحضور عدد من قيادات الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وممثلي عدد من الجهات والوزارات المصرية المختلفة. أجندة قدامنا إن نطور وننمي العمل الإنساني، الخدمات للفئات المهمشة في مجتمعاتنا، إنه نتواجد في كل شارع في كل مكان في دعم أكثر للشعب اللي تأثر في هالجائحة، ولكن مش بس الجائحة فقط، لأن الكوارث لم تتوقف، الفيضانات، الحرائق وغيره. المؤتمر دوت معني بقادة الإنسانية لجمعيات الهلال والصليب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أول مؤتمر بيعقد في مصر بالشكل ده وبالحجم ده بحضور أكثر من 40 جمعية على مستوى العالم. عندنا كثيرا من التغيرات وكثيرا من الأزمات والكوارث، أبرزها التغيرات المناخية، جائحة كوفيد وما إلى ذلك من تبعيات. إحنا بنجتمع كلنا عشان نحط المشاكل، نحط التحديات، نشوف أبرز الحلول. مؤتمر بيجمع كل القادة عشان يتكلموا على القضايا الأساسية اللي بتعاني منها بلدنا، زي التغير المناخي، زي النزاعات المختلفة في البلدان المختلفة، زي الهجرة، الصحة وتأثير الكورونا على شعوبنا اقتصاديا، تعليميا، على أطفالنا وغيره. طبعا كل ده برضو زي نتكلم على تشجيع التطوع وشباب